ومعنا هاتفيا من لندن متخصص بالشان الإيراني سيد محمد المدحجي. مرحبا بك يا استاذ محمد. مع استمرار تظاهرات الرافضة لإدارة البلاد والفساد مع ارتفاع الأسعار بعد انهيار العملة، هناك أنباء عن إلزام البرلمان الإيراني الحكومة بتوفير السلع على الأساس بأسعار مناسبة. هل يمكن أن يحل هذا أزمة التظاهرات في إيران؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا توفير السلع والخدمات الأساسية للأسر في إيران هي جزء من السياسة السابقة الحكومية التي منذ فترة تم إلغاء منها بسبب الأزمة الاقتصادية والتخفيف على الميزانية العامة بهدف تقليص العجز في الميزانية، لكنه الآن تحت هذه الظروف والمشكلة بالنسبة لتوفير العملة الصعبة لإيران لا يمكن للحكومة الإيرانية أن تعود لتلك السياسات التي كانت جارية في إيران قبل 10 سنوات ما يقارب، والحكومة توفر الجزء الأكبر السلع الأساسية للحكومة من خلال يعني إعطاء الأوائل مساعدات هي محددة. فهذه الخطوة لا يمكن أن تنفذ بشكل كامل أولا، وإن نفذت لن تحل المشكلة لأن الحكومة لا يستطيع لها أن توفر الحاجات الأساسية كلها، بل هي توفر ممكن 4 أو 5 سلع فقط وأكثرها مستوى الطعام فقط وليس أكثر، وهناك حاجات أخرى كالعلاج أو إذا تبقى المشكلة قائمة. طيب سيد محمد، هذه التظاهرات التي تواجهها القوات الحكومية في إيران بعنف أقلقت الأوساط الحقوقية الدولية، برأيك هل يستطيع تقرير كتقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن يحد من عنف الحكومة على المتظاهرين؟ يعني بشكل عام النظام الإيراني لا يأخذ بعين الاعتبار هذه التقارير الدولية وحتى الأممية منها، يعني نعلم أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أكثر من مرة أصدرت قرارات حادة بالنسبة على ضد إيران، لكن إيران لم تأخذها بعين الاعتبار، وأصلا النظام الإيراني ماسك الامور في اداء في الداخل من خلال القبضه الحديديه، سياسه القبضه الحديديه، وان تخلى عن هذه السياسه فسيفقد السيطره على الامور والاوضاع، ويعني النظام هو على وشك انهيار داخلي سينهار بالفعل. والنقطه الاخرى التي يجب ان ننتبه اليها وهي انه من يعني بعد مطلع العام القادم وخاصه بعد شهر مارس التي ستكون السنة الجديدة الإيرانية في شهر نيسان القادم، المتوقع حسب الخبراء الإيرانيين البلاد ستشهد احتجاجات واسعة مع تأثير العقوبات في الداخل الإيراني. حتى الآن العقوبات الأمريكية نعم بدأ تأثيرها، لكن هذا التأثير لم يتعمق في الاقتصاد الإيراني ويؤثر على اقتصاد الأسر والشركات العاملة في الداخل، وهناك بعض المشاريع لا يزال تعمل، لكنه المتوقع هو نيسان أبريل القادم ذات يشهد أزمة غير مسبوقة تاريخيا. نعم. طيب في هذا السياق خامنئي أكد ضرورة رفع مستوى الاستعداد الدفاعات الجوية في البلاد، ألا تمثل هذه التصريحات محاولات إيهام الناس بالخطر، ألا تمثل وسيلة للتغطية على القمع وتمهيدا لمزيد من هذا القمع؟ يعني جزء منه فيه استهلاك داخلي، يعني يحاول خامنئي أن يفرض حالة طوارئ غير معلنة رسميا، لكن في هناك جزئية تتعلق ب التحركات الأمريكية في المنطقة، والآن يعني تم الإعلان عن وصول عدة سفن حربية أمريكية إلى منطقة الخليج العربي، وأيضا زيادة الطائرات الحربية في قاعدة الجيش الأمريكي في محيط الهندي بالقرب من بحر العرب، ويعني تواجد عسكري أمريكي كثيف حوالي إيران يتزايد ارتفاعه تدريجيا، مع ما أنه خامنئي يحاول أن يطمئن
الحلفاء في بيروت وسوريا والعراق وباقي المناطق حلفائه من أنه لا توجد حملة عسكرية على إيران، لكن التحضيرات العسكرية لا تنبئ بذلك. وقبل يومين المتحدثة باسم الكرملين ماريا زاراخوفا قالت نحن قلقون جدا بشأن عمل عسكري في منطقة الخليج، هذا ما جاء على لسان الكرملين. نعم، شكرا جزيلا لك من لندن، متخصص بالشأن الإيراني السيد محمد المدحشي.